السلام عليكم. وعليكم السلام. إخوة، اليوم راني في واحد الحي في درب السلطان في الدار البيضاء، وحي شعبي، وتساطحت كتعرفوا ديما كندوز لكم جميع الفروتة والخضار واللحم والحوت. اليوم تلاقيت مع واحد النوع ديال الفروتة كنستعملوها حنا في المغرب هنايا، كنديروها في العصير، كنطحنوها مع التفاح، البنان، مع ليمون، وكتباع في القهوة، وكيديروها حتى الناس كيديروها في ديورهم. فهمتي اللي كنسميوه هذا الشيء؟ كنسميوه الباباي. الباباي هذا اخويا، هذا الشيء واش ديال المغرب ولا ديال برا؟ ديال المغرب. هذا الشيء ديال هاد الفروته هذه ديال المغرب، ديال واحد المنطقه كتسمى الشتوكه قبل ما تلحقوا مدينه الجديده. فهمتي؟ هما اللي ولا كينتجوا هاد الشيء هنا عندنا. بكري كان كيجينا من افريقيا، فهمتي؟ ولكن الحمد لله دابا المغرب ولا تقريبا شحال من منتوج كان كيجينا. باقي لينا عار، باقي لينا ليمونغ، يمكن ما كنديروهمش هنا. كاين في ليمونغ، ليمونغ حتى ليمونغ راه ولاو كيديروهم هنا في المغرب في قنيطره. وحاجه وحده اللي ما عندناش، الاناناس اللي وريتكم المره اللي فاتت هي اللي ما كنديروش هنا في المغرب. كيوي ولا ما نذكرش على الفراز، على الميرتيل، السوريز، كاع الحاجه اللي كنكليها نتوما كتجيو، اللي نتوما كتجيبوها من برا نتوما، حتى البطاطا ولا ما بقيتوش كدين عليها تنتجوها. فهمتيو؟ وحنا الحمد لله جميع الخضار. هذا الشيء اللي علاش كنقول لكم الفرق ما بين السياسه ديال الحسن الثاني ديال السبعينات والستينات ديال البراجات باش داروا السقه وباش ولات عندنا الفلاحه، وانتم ما تلاحيتوا للصناعه. الصناعه ديالكم فشلات، حنا الحمد لله ربحنا الفلاحه. وداك الشيء علاش المغاربه اللهم لك الحمد كيلقاو جميع الخضار وجميع الفواكه موجودين عندنا. خويا الله يرحم لك الوالدين، الى ما قول لي شحال ثمن الكيلو هذا؟ 10 فرانك. 1000 فرانك هي 10 دراهم ديال المغرب، وضربوا الصرف ديالكم نتوما 10 دراهم، ضربوها على حساب الصرف ديال البنكه، درهم كيساوي 11 دينار، هي 110 دينار ديالكم نتوما. ها نتوما تبارك الله الخير، الحمد لله. هذا الشيء اليوم غار هذا، غاد تلاقيت معاه، تصاطحت معاه. 1000 فرانك انت هاي، ها انتم المراه دايزه سولت الثمن، قال لها 1000 فرانك كيلو باش تعرفوا راه ما زدتش عليكم الاصدقاء. المهم حتى ان شاء الله نتصاطح مع شي حاجه جديده او شي فروته جديده او شي خضره جديده او داكشي، ونعاود ندوزها لكم. الى اللقاء، السلام عليكم.